في البداية أحب أقدم الشكر للجنة المنظمة التحرير والمجموعة اللي معها كاملة وياسين وكل الشباب الموجودين هنا. الله يعطيهم العافية، اشتغلوا شغل كبير، عارفين إحنا زعجناكم بالليلات وكل المواعيد. طيب في 20 دقيقة وأقل إن شاء الله من 20 دقيقة راح أتكلم لكم عن ويكيبيديا في منطقة الخليج العربي أو ويكيبيديا in Gulf countries. And let me start my intervention with a question. Why Gulf region is so special compared to other MENA region? إيش الشيء المميز في دول الخليج العربي؟ Well, you're close. Because my logic answer is this. This is a machine used to extract oil from the air. Is this related to Wikipedia? Yes, I think so, because oil means money. مع أن في الحقيقة الماء لا يساوي شيء، ما كان فيه جهود، ما كان فيه أفكار، تصنع الأفكار هذه بدون فلوس ما الفلوس ما لها فائدة، لكن المال يعني كثير إذا في أفكار. طب خلونا نبدأ بمعلومات عن منطقة الخليج العربي ويكيبيديا. حوالي ربع الزيارات الموجودة في ويكيبيديا العربية من منطقة الخليج العربي فقط، والمملكة العربية السعودية فقط لحالها 18% من الزيارات، يعني دول الخليج الباقية حوالي 7%. طبعا راح اناقش بعض المبادرات اللي انطلقت في منطقه الخليج العربي، واول هذه المبادرات هي ويكي عربي. ويكي عربي واحد هي مشروع بدا عباره عن مسابقه للطلاب الموجودين في الجامعات السعوديه. شارك الجامعات زي جامعة طيبة والملك سعود والملك فيصل في مقالات علمية في النانو تكنولوجي، في البايو تكنولوجي اند في البابليك هيلث. طبعا خرجنا من المسابقة هذه بحوالي 2125 مقالة كانت مترجمة ومنسقة بشكل جيد. طبعا هذا قديم قبل 5 سنوات 2010 2011. واحدة من الإحصائيات الطريفة أو هذه الواجهة حقت ويك عربي كانوا يستخدمون واجهة لحجز المقالات والكتابة عنها. واحدة من الإحصائيات الطريفة هو أن بخصوص الجندر جاب، 7 من 10 مشاركين كانوا إناث في هذه المسابقة. وهذا شيء يعني ممكن يكون يحتاج شوية نقاش. تعرفوا هذا إيش؟ انتبهنا اللينك لمحادثة عرفان وموسيقى ان شاء الله بعد شوي. فدونت ميس ات. احنا الوقت القديم. اوكي، في بعض العوائق او المشاكل الموجوده عندنا في منطقه الخليج على اساس الجندر جاب، اولها او خاصه في السعوديه اللي هو في فصل تام بين الاناث والذكور في بيئات العمل وفي الدراسه، وهذا يخلي انه الوصول بين الجنسين شويه صعب، مع انه في نفس الوقت الاناث عندنا موجودين نشيطين بشكل مخيف في الأنشطة الاجتماعية، لكن الوصول لهم صعب، فنحتاج إنه يكون داخلهم مجتمع فعال عشان نضمن إنه نوصل لنتيجة جيدة. طبعا بما إننا نتكلم عن الجندر جاب، فأتكلم لكم عن حاجة مميزة في السعودية، ما أتوقع موجودة في أي دولة في العالم. عندنا جامعة اسمها جامعة الأمير نور بن عبد الرحمن، هذه الجامعة للإناث فقط. من مديرة الجامعة إلى أصغر موظف في الجامعة كلهم هنا، ما في أي موظف ذكر. فهذه الميزة هي الجامعة الوحيدة في السعودية لهذا الطريق، لأن أغلب الجامعات كان فيها فرعين، فرع للذكور وفرع للإناث. ما عندنا قطارات في السعودية، لكن هذه الجامعة لها قطار خاص داخل المين كامبس، يعني هذه فريد الرأي. في هذه الجامعة كان فيها واحدة من الأعضاء عضو هيئة التدريس اسمها الأستاذة غادة، أعجبت فكرة ويكي عربي اثنين اللي راح نتكلم عنها، فقررت أن تبدأ نفس الفكرة في جامعة الأمير نور. بدأت الفكرة كنشاط لا صفي، يصير فكرة أكتيفيتي. بعد فترة يعني حوالي بعد سنة تقريبا، طبعا كانت تقبل يعني نشاط فردي هي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس اشتغلوا مع بعض بحيث أنهم يقبلوا مشاريع التخرج تكون على شكل مقالات مترجمة من ويكيبيديا. عام 2013 تحول النادي إلى نادي رسمي تابع لعمادة شؤون الطالبة، أتوقع اسمه ما أدري، تابع لعمادة شؤون النشاط الطلابي.
صار نادي رسمي معترف به يحصل على دعم من الجامعة ويقيم أنشطة بشكل مستمر. عرضت النادي حوالي من 100 إلى 200 طالبة، معدل المساهمة السنة حوالي 100 مقالة، أغلبهم طبعاً كل موجودين ما فيهم يعني أي أكتف إيديتور يعني لهم مساهمات كبيرة أو إدارية، ما في أي، كلهم ناس يعتبرون مبتدئين فبدأوا من أنفسهم وسووا كل الشغل هذا من نفسهم بدون تقييم مساعد، يعني مساعدة المجتمع كانت محدودة في البداية. السنة هذه أطلقوا برنامج اسمه الترجمة العالم، طبعاً هذا الهاشتاج موجود في تويتر، يعني في تويتر يركزون على المقالات الجغرافية على مستوى العالم بحيث يترجموها. طبعاً هذه الصور للمقر، مقر النادي في جامعة الأمير عمر. معلش مكاني كبير ضايق. طيب راح نتكلم شوية عن برنامج ويكي عربي 2. راح نتكلم أن ويكي عربي 1 كان عبارة عن مسابقة. ويكي عربي 2 كان اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وجامعة الملك سعود بحيث تكون مشاريع التخرج بشكل رسمي من جامعة الملك سعود عبارة عن مقالات مترجمة من ويكيبيديا. طبعاً كل طالب كان يمنح آيباد، أي طالب يشارك في البرنامج المترجم كان يمنح آيباد من المدينة أو من مرة ثانية. طبعاً النسخة هذه كانت فعالة وكانت يعني كمية المقالات وجودتها كانت جيدة يعني، وهذا برضه تحقق بجهود الإخوان اللي هم أسامة اللي ما أقدر يحضر اليوم وعلي اللي موجودين في مدينة الرياض اللي موجودة فيها جامعة الملك سعود وكانوا يقيمون ورش عمل. إيش اللي صار هذا المشروع؟ للأسف يعني زي أي دولة عربية إن الموضوع يعني زي نقدر نقول بمزاج الشخص الإداري، فكان العميد السابق مؤمن بفكرة ويكيبيديا ومؤمن بفكرة النادي فكان يدعمها، تغير العميد، تغيرت المواقف. إلى الآن المبادرة هذه موجودة لكنها على أرض الواقع شبه معطلة، فنتمنى إن شاء الله منهم نقدر نغير الواقع. طيب حنتكلم عن نوع هذه المبادرات، كانت يعني تقريبا حكومية من جهات حكومية، في مبادرات جاية من أشخاص وكل المبادرات الشيء اللي يجمعها من الناس مو موجودين في ويكيبيديا، ما لهم موجود فعلا في ويكيبيديا، بس آمنوا بفكرة ويكيبيديا وعجبتهم الفكرة وأطلقوا مبادرات زي مبادرة إثراء. المبتعث بيتم السلطان فكر فكرة إنه يسوي مبادرات عن محتوى ويكيبيديا، طبعا هو المبتعث من المملكة العربية السعودية. طبعا بدأ الفريق مكون من 5 أشخاص، كان الفريق هذا يهتم بالجودة، فالمهارة عندهم تبقى أشهر حتى يعني كانوا مبالغين شوية في مسألة التطبيق. مشكلة الفريق إنه ما كان في أي شخص متخصص بتنسيق تنسيقات الويكي، فكانوا يواجهون صعوبات، وفي مجموعة من المجتمع أتذكر مرفت كانوا من الناس اللي ساهموا وأخذوا محتوى بعض المحتويات من هذه المبادرة ونشرها على ويكيبيديا. المبادرة هذه فعالة إلى الآن، لكن إلى الآن ما زال مشاكل تنسيقها، رجعنا معهم بحيث نشوف إمكانية إحنا نقيم لهم ورش عمل، وبنشوف إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله نكون حققنا هذا الشيء. أحد المبادرات الأخرى مبادرة اسمها إنتاج ويكيبيديا برضو من مبتعث سعودي اسمه محمد الحاجي على تويتر. أطلق المبادرة هذه ويعني جذبت كثير من الأشخاص. طبعاً طرحت المبادرة هذه أيضاً كمشروع أكاديمي وتعليمي في جامعة أم القرى في مكة المكرمة وبعض المدارس الثانوية في مدينة الجبال الصناعية شرق السعودية. طبعاً المبادرة كانت برعاية منظمة السعوديون في أمريكا، يعني هي منظمة غير حكومية موجودة تخدم المبتعثين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً انتقلت المبادرة 2012 إلى نظام اسمه ترانس ويكي، وأتوقع إنه يمكن بعضكم أخذ فكرة عنه. تعرفون لما السوفت وير يحول المقالة الكبيرة كاملة إلى جمل بحيث نترجم كل جملة لحالها، فكان المشاركين في هذه المبادرة دورهم يترجموا أجزاء من المقالات أو جملة من المقالات، بعد كذا أتصل لشخص مسؤول يبدأ يجمع نفس الترجمات هذه ويلتقها وينشرها في ويكيبيديا. فعشان نكون يعني واضحين إنه أغلب الناس المشاركين في هذه المبادرة هم مترجمين أكثر من مساهمين في ويكيبيديا، يعتبرون مترجمين. طبعا للاسف توقفت برضه هذه المبادره عام 2013 بسبب التحليل التقني في ويكيبيديا على حسب كلام محمد الحاجي، وبرضه اتوقع انه برضه نفس المشكله اللي في مبادره ابراز الناس اللي مسؤولين عن هذا الشيء ما لهم اي خبره في ويكيبيديا، ما لهم خبره في التحرير، فهذا الشيء ممكن يكون
له تأثير. أيضا برضو شرح الموارد البشرية لتقوم بالترجمات، فكان بعض المتطوعين في إنتاج ويكيبيديا كان شوي مكتوب. هذه الواجهة حقت ترانس ويكيا، والواجهة حقت الموقع حقهم. طبعا كان يقسم المساهمين الى ليفلز حسب عدد الكونتريبيوشنز وحسب عدد الترجمات. اللي يعدي ليفل 6 يحصل على شهاده، وهذا نموذج من الشهادات يعني شكلت مصدر جذب لبعض الاشخاص كنوع من المساهمات التطوعيه او اثبات المساهمات التطوعيه. طيب نخرج من السعوديه شوي نروح للكويت، وهذه احدث مبادره اللي هي كويت ميديا، قبل شهرين فقط بدأت. طبعاً هي مدعومة من وزارة الدولة لشؤون الشباب، صاحب البرنامج راشد شايب كان طرحها أتوقع عبر برنامج في يوتيوب وتحولت إلى مشروع فعلي. الفريق الآن جهوده أكثر مجهوداته في مجال الأدب وتوثيق التاريخ الكويتي لا زال جديد، وإن شاء الله نتمنى إنه نقدر ندعمه بالشكل الكافي. في قطر عندنا المعهد قطر لبحوث الحوصله قدم دعم لمشروع جي ويكي اللي كان يقوم فيه عباس، وكان يحدث انه يصل الى 100,000 قدره جغرافيه. برضه وقع عقد مع شركه فيوتشر جروب لترجمه 10,000 مقاله للغه العربيه. طبعا ما الذي حصل؟ حصل انه كانت الترجمات شبه اليه وكانت الجوده شوي ضعيفه، ف برضو زي ما قال سيكو احنا تعلمنا حاجه انه نحاول احنا ندعم المجتمع اكثر من احنا ندعم الشركات تقوم بدور المجتمع. طبعا استضاف عده لقاء لبعض الكبيرين، لكن للاسف الى الان لا يوجد مستخدمين فعالين او مجموعه مستخدمين فعالين في دوله قطر. طيب في الامارات وعمان تركت السلايد فاضي، لانه الى الان يعني ما زالت عندنا بلانينج لكن ما في شيء على ارض الواقع. وراح ناخذ دقيقتين ان شاء الله عندنا فاطمه، وبرضه انا سعيد اني قابلتها من دوله الامارات العربيه اول مره اشوفها، راح تتكلم لنا عن مستقبل دوله الامارات ان شاء الله. فلوس ما شاء الله موجودة في كل الوطن العربي، اللهم حتى موجودة في نيجيريا بس
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تكلموا على تأثير السوشيال ميديا وكيف نحن نطلع منها منتوج إيجابي أكثر من إن هي just generating data without any value. فكان في أكثر من مسؤول تكلمت معهم وكان في مسؤول معين مختص بتدعيم اللغة العربية دكتور جمال شوير. فدكتور جمال شوير كان كثير مشجع من الناس المشجع على فكرة الفكرة بشكل عام فكرة الترجمة تشجيع اللغة العربية والكلام هذا كله بدعم منهم إن شاء الله وبدعم من المكتب الإعلامي للشيخ محمد بن راشد إن شاء الله بيكون لينا منتوج قريبا. أردي بدينا الشغل على تجميع أو خطة لتدريب مجموعة معينة هم اللي من بعدهم إن شاء الله من بعدها بيكون لنا كامبين بحيث إن إحنا نبدأ enriching ويكي كومن and ويكيبيديا in the same time بس within a project within a good campaign مش إن randomly going training people. It doesn't work like that. It has to be through some valuable like idea. فصار بدينا الحمد لله إن شاء الله بيكون لي presentation قريبة هناك. Already I know my target. إن شاء الله عندي الفن الحمد لله وعندنا إن شاء الله مجموعة من ال administrators experience in administrators they are going to work on the platform. فهوفلي إن شاء الله هذا يكون مشجع للجميع إنه هو يوافق إن إحنا بإذن الله بعد موافقة الجميع إن إحنا نحتضن ويكي أريبيا السنة الجاية عندنا في دبي. الوعد إن شاء الله إن إحنا ننتج it's going to be two campaigns. One is going to be presented for the next summit, the second summit in social media, inshallah. Well, the second result, inshallah, is going to be something like presented in the week of Arabia, inshallah, the same day. So I'm going to be able to come to Arabia, the third day, and work it with them. Yes. Thank you, Khalid. My name is ما نبغى نتكلم في السياسة لأنه الكروش. طيب برضو في نوع من الاتفاق بين الملحقية الثقافية في الإمارات وعمان مع في سفارة الدول في دولة الأردن. فمرفق راح تكلمنا شوية تقديم معلومات عن هذا الشيء في دقائق. جامعات من أفضل الجامعات في العالم العربي.
اللي عليها هي زي ما بتقولوا. فانا ان شاء الله انه يكون في متابعات لاحقه لهي المشاريع. برجو التوفيق بخير نقول كاول مبادره عربيه في الامارات، ان شاء الله انه نعمل شيء. ان شاء الله نعمل سلايدز من جاي. ان شاء الله. طبعا عندنا شويه مشاكل خلينا نتكلم عنها في ثلاث دقائق ان شاء الله. هي مشاكل قوانين جمعيه الاهليه السعوديه. انا واسامه يعني كنا نتكلم في الموضوع هذا اكثر من مره. عندنا في السعوديه عشان تاسس جمعيه اهليه لازم تاخذ موافقه الحكومه طبعا، وراح تكون تحت مظله وزاره الشؤون الاجتماعيه. عشان تكون داخل تحت مظله وزاره الشؤون الاجتماعيه يعني لونج ستوري، راح يكون في تدخل حكومي كبير جدا. فالموضوع في السعوديه بخصوص الجمعيات الاهليه موضوع شائك جدا، انك تفتح جمعيه غير رسميه برضو يعني هو هذا الغالب اللي احنا نمشي فيه، انه راح نسوي جمعيه غير رسميه وراح نشتغل احنا لحالنا، لانه لو خضعنا للقانون الرسمي راح ندخل في مشاكل كبيره جدا. هذا برضو يدخل العوائق السياسيه ومحاولات التأثير في الموسوعة أو تأثير السياسة على الموسوعة. في النهاية بعض القوانين الموجودة يعني تعتبر قوانين قديمة زي قانون حماية حقوق المؤلف. يعني فور إكزامبل عندنا في السعودية ما في فرينا موف بانوراما أو ما لها ذكر في القانون. قانون حماية المؤلف لا زال يعني وإن كان معلن لكنه في جزئيات منه غير واضحة. نحتاج فعلا الى تواصل مع الحكومه لتطوير قانون حمايه المعلم. طبعا تقريبا هذا كل شيء، واتمنى اني كنت على الوقت، وشكرا جزيلا. عنده اي مداخلات اي اسئله فكلمني. تروح لأي مسؤول تقول المصادر مفتوحة يقول شيء مفتوح. ف
فهذه برضه المشكله انه هذا المسؤولين يعني ما يكون عندهم علم لفكره المصادر المفتوحه. اسامه كنت اتمنى فعلا يكون هنا لانه يشتغل على الموضوع هذا كثير مع المتاحف الوطنيه مع الجهات الحكوميه ويحاول يحصل على الشيء هذا، لكن الى الان ما في شيء يعني نقدر نقول انه موجود، لكن راح ان شاء الله نسعى لفكره الاطار. اي مداخلات اخرى؟ معليش حبيبي. شكرا جزيلا. تعقيبا على المداخلات ديالك وشكروا للشباب من ويكيميديا تونس، الشباب والشابات في ويكيميديا تونس. توا باش ننتقلوا. لا خلينا كنت احكي على الجنده تاعك. دونك توا عندنا استراحه، نختموا توا الحصه الصباحيه الاولى، ونذكروا اللي وصل لكم عبر البريد الالكتروني رابط للبات لمناقشه المداخلات، وكيف كيف نحب نذكر للتواصل عبر وسائل الاتصال الاجتماعي ويكي عربيه.